أنشئ الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق في العام 2007 لدعم الفنانين العرب المستقلين والمؤسسات الثقافية العربية في المنطقة وبقية العالم. تبلغ ميزانيتنا السنوية حوالي 2 مليون دولار أمريكي، ونعتمد على دعم الفيلانثروبيين من الأفراد والمؤسسات والشركات العربية والعالمية لتأمين استمرارية مشاريعنا. في آفاق نقدم منحاً في 6 فئات مختلفة: السينما، الأدب، الموسيقى، الفنون البصرية، الفنون الأدائية، وفئة تجمع الأبحاث، التدريبات والنشاطات الإقليمية، بالإضافة إلى منحنا العامة السنوية. تقدم آفاق برامج خاصة وورش عمل مصممة خصيصاً لتلبية توجهات وحاجات ثقافية محددة، مثل برنامج الفيلم الوثائقي وورش الكتابة الإبداعية، التعاون الموسيقي، مسابقات الفيديو وورش عمل في مجال التصوير. تستلم آفاق سنوياً حوالي 1000 استمارة وتقدم حوالي 100 منحة، وتتراوح قيمة المنحة من $5000 كحد أدنى إلى 50,000 كحد أقصى، مع معدل للمنحة يبلغ $20,000. يتم استقبال الطلبات في فئات الأدب، الفنون البصرية والفنون الأدائية بين شهري شباط ونيسان، وتعلن أسماء الفائزين خلال شهر حزيران، بينما يتم استقبال المشاريع في السينما، الموسيقى وفئة البحوث والتدريبات والنشاطات الإقليمية في النصف الثاني من السنة، وتعلن النتائج خلال شهر كانون الأول. نموذج الاستمارات متوفر على الإنترنت على موقعنا www.arabculturefund.org باللغتين العربية والإنجليزية باستثناء فئة الأدب، وهي متوفرة حصرياً باللغة العربية. لتقديم الطلب عليك ببساطة زيارة موقعنا والنقر على زر المنح، حيث يمكنك التعرف على البرامج المتوفرة في حينه. سيطلب منك إنشاء حساب خاص بك وتسجيل دخولك لتتمكن من الحصول على استمارة. نموذج الاستمارات المعتمد في آفاق سهل جدا، ويمكنك تعبئة المعلومات الخاصة بمشروعك، حفظها، تحديثها طوال مدة الدورة. عند نقر زر إرسال الطلب ترسل استمارتك أوتوماتيكياً للصندوق، ولا يمكنك بعدها الدخول إلى ملفك. في الاستمارة عليك تعبئة معلومات تتعلق بخلفيتك الشخصية والعلمية، أعمالك السابقة في حال وجودها ومراجعك. سيطلب منك أيضاً تقديم نبذة موجزة عن مشروعك ومنهجيته، بالإضافة إلى وصف موسع له، ميزانيته والمواد الداعمة للطلب التي يمكن تحميلها عبر روابط إلكترونية. عملية تعبئة الاستمارة تهدف لمساعدة الفنانين ليتمكنوا من تقديم أفكارهم بأسلوب أوضح وأكثر إقناعاً، مما يساعدهم في كسب المزيد من الدعم وفي إضفاء طابع مهني أعلى على أعمالهم. عند إقفال الدورة يتم تجميع الاستمارات لتخضع لتدقيق إداري قبل إرسالها للجان التحكيم لتقييمها. عملية التقييم عملية شاملة، في كل سنة تعين آفاق لجاناً من المحكمين المستقلين لكل فئة. كل لجنة تتألف من 3 محكمين، ولا يتعرف كل محكم على اسمي المحكمين الآخرين إلا خلال الاجتماع الأخير لاختيار المشاريع الفائزة. يطلب من المحكمين تقييم المشاريع بناء على 4 معايير، وهي الجودة، الإبداع والتجديد، الصلة بالعالم العربي، والميزانية التي يجب أن تكون واقعية ودقيقة. بعد 6 أسابيع على استلامهم الاستمارات لتقييمها، يرسل المحكمون علاماتهم لمكتب آفاق، حيث يتم التحضير للاجتماع النهائي لاختيار المشاريع، والذي سيلتقي خلاله المحكمون ببعضهم ويناقشون نقاط قوة وضعف كل مشروع قبيل اختيار المشاريع الفائزة. بعدها يتم إرسال لائحة بأسماء المشاريع المختارة لأعضاء مجلس أمناء آفاق للموافقة عليها، وبعدها يتم إعلان النتائج النهائية لكل فئة. يتم الإعلان عن أسماء الحاصلين على منح آفاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بآفاق. أفضل طريقة لمتابعة أخبارنا هي عبر صفحتنا على الفيسبوك، تويتر، وموقعنا الإلكتروني arabculturefund.org. بعد إعلان النتائج يتم التواصل مباشرة بين مدير المنح في آفاق والفائزين للتوقيع على العقود والبدء بالمشاريع واستلام الدفعة الأولى من المنحة. يجب إنهاء المشاريع في مهلة أقصاها 2 سنة من تاريخ توقيع العقد، ويقدم الفائزون التقارير السردية والمالية للمشاريع حسب الطلب.
يتنوع الحاصلون على منح آفاق بين فنانين معاصرين ومؤسسات ثقافية، رجال ونساء من أعمار مختلفة، مكرسين وناشئين. يقدم فنانو آفاق في مشاريعهم نظرة جديدة ويتطرقون لمواضيع ملحة، يلهمون محيطهم، يكسرون الصور النمطية، يشجعون التعاون الثقافي ويحدثون تأثيراً إيجابياً في مجتمعاتهم. وقد استطاع العديد من الحاصلين على منح آفاق الوصول إلى جمهور أوسع ونالوا التقدير في أهم المهرجانات والبيانالات. شبكة الفائزين بمنح آفاق في توسع مستمر، تضم أكثر من 500 فرد ومؤسسة حتى الآن. يمكن الاطلاع على جميع المشاريع الرابحة على موقعنا الإلكتروني، وهي صفحة يتم تحديثها بشكل دائم. نتطلع لاستلام استماراتكم وندعوكم لزيارة صفحة الفيسبوك الخاصة بنا، بالإضافة لجميع وسائل التواصل الاجتماعي، للبقاء على اطلاع حول جميع الفرص المتاحة للفنانين العرب حيثما كانوا. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.